أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في صحافتنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 21 لهذا الشهر، والبداية ستكون محلية من صحيفة الصباح حيث نطالع ونقرأ في عناوينها: انتقادات برلمانية لتأخر إرسال جداول موازنة 2024، وكذلك استعدادات لتأمين زيارة النصف من شعبان، وبالإضافة إلى مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات لاستكمال المشاريع المتلكئة، وأبو علي البصري فككنا شبكات للربا وتجارة المخدرات، وأيضا وضع اللمسات الأخيرة على تسجيل المركبات، وأخيرا إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للمراحل الثانوية قريبا. انتقد أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن الاقتصادي تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن موازنة ثلاثية لثلاث أعوام، ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عدينا أن خرق التوقيتات القانونية بما يخص الموازنة بل وفي غيرها بات عرفا في البلد، وتنص المادة 77 ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023-2024-2025 على أن يتم تزويد مجلس النواب بجدول محدث لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت. هذا وشدد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أمس الثلاثاء على ضرورة تشكيل غرف عمليات بين النواب والحكومات المحلية لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن مجلس النواب داعم وحريص على زيادة تخصيصات محافظات الجنوب. هذا وتقترب وزارة التربية من إكمال عملية تصحيح الدفاتر الخاصة بالامتحانات التمهيدية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد للصباح أن الوزارة كثفت جهودها الخاصة بعملية فحص وتصحيح وتدقيق الدفاتر الخاصة بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين من أجل إعلانها بأقرب موعد من أجل شمول الناجحين منهم بالامتحانات الوزارية النهائية للعام الدراسي 2023-2024، وأضاف أن الأيام القليلة الماضية شهدت إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلة السادسة الابتدائي، حيث أعلنت بشكل متتال عن طريق مديريات التربية ببغداد والمحافظات، وسيعقبها إعلان نتائج المرحلتين المتوسطة والإعدادية حال اكتمالها بشكل نهائي. والآن مشاهدينا إلى صفحة آراء، واخترنا لكم مقالا بعنوان: مشاركة السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن، الدلالات والنتائج، للكاتب دكتور جاسم يونس الحريري، تقرأه الزميلة بشرى حسين في المتابعة. مشاركة السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن، الدلالات والنتائج، للكاتب الأستاذ الدكتور جاسم يونس الحريري. شارك المهندس محمد شيع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي في مؤتمر ميونخ السياسة والأمن في دورته 60 خلال الفترة من 17 إلى 19 من شباط 2024 بمشاركة 500 شخص، بينهم زعماء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع، وبحضور المستشار الألماني أولاف شولتس. فيما أكد السوداني رغبة العراق في الانفتاح على جميع الدول الصديقة والشقيقة، وفي السياق ذاته التقى السوداني في مقر إقامته بمدينة ميونخ المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو، وناقش معها تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة مختلف التحديات والأزمات العالمية
الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن مشكلات التغيرات المناخية والعمل المشترك للتصدي لها والتخفيف من أثارها. في منتصف هذا المقال، حيث أكد السيد السوداني في لقائه مع الوزير البريطاني أن الحكومة العراقية تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دول التحالف. وهذا الأمر شجع الوزير البريطاني طرح رغبات الحكومة البريطانية على عدم اقتصار علاقاتها مع العراق على عضويتها في التحالف الدولي، بل هناك توجهات حكومية بريطانية على توسيع العلاقات مع العراق إلى جوانب أخرى لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري وحتى الاستخباري فحسب. وهذا ما أكده الوزير البريطاني في لقائه مع السيد السوداني. في ختام هذا المقال، فقد انعكست تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من نواحي الطاقة والغذاء على معظم دول العالم ومنها العراق، فيما كان لارتداداتها السياسية تأثير مباشر على منطقتنا غرب آسيا في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الكبرى في المنطقة، مما يفرض على العراق وقيادته السياسية أن ينخرط بفاعلية في ثنايا المؤتمر وتفاصيله الحساسة لمعرفة اتجاه البوصلة العامة وطبيعة القناعات السياسية التي ستشكل بمجملها خرائط عمل ستتحرك وفقها الكثير من الدول المؤثرة تجاه غرب آسيا باعتبارها نقطة الجذب العالمية لمصادر الطاقة التي أصبحت جزءاً أساسياً من المواجهة بين روسيا وأوكرانيا ومن خلفها حلف الناتو. ومن الصباح ننتقل إلى الزمان، حيث جاء فيها: استهدفت ضربات إسرائيلية جديدة في قطاع غزة الذي يشهد أوضاعا كارثيا تزامنا مع هجوم إسرائيل على مدينة رفح التي يحتشد فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني، فيما يلوح في الأفق مأزق جديد في مجلس الأمن الدولي وسط تلاشي الأمل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة تيد شيبان إن غزة على وشك أن تشهد انفجارا في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، وأشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل شنته حماس في 7 من تشرين الأول الماضي، قتل خلاله أكثر من 1160 شخص. وفي خطوة جديدة تعكس تطلع المواطنين نحو استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل تعاملاتهم المالية وتوفير الوقت والجهد، شهد تطبيق دفع فواتير الكهرباء الإلكتروني إقبالا واسعا من أهالي بغداد بعد أسبوع واحد من إطلاق النظام الإلكتروني برعاية رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وبإشراف وزير الكهرباء زياد فيصل فاضل. ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة، فقد اشترك أكثر من 50,000 مشترك في تطبيق فواتير الكهرباء منذ انطلاقه حتى السبت الماضي، ومن المتوقع أن يستمر التوجه إلى هذه الخدمة لتعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا المالية التي تبنتها الكهرباء وتحسين تجربة المستخدم فيما يتعلق بخدمات الدفع. هذا وحدد البنك المركزي العراقي آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، مؤكدا استمرار قبول طلبات الترخيص. وذكر بيان للبنك تلقته الزمان أن آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني تتضمن امتلاك مقدم الطلب شخصيا طبيعيا كان أم معنويا خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات، ويشمل ذلك المؤسسين وأيضا المشاركين. ومن الزمان ننتقل إلى الزوراء، حيث جاء فيها: أكدت مديرية المرور العامة أن الكاميرات الذكية المثبتة على الإشارات الضوئية سيتم تفعيلها في القريب العاجل، فيما كشفت عن مشروع موازن على الطريق الحدودية. وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية
العميد زياد القيسي في حديث للزوراء أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل السيد وزير الداخلية وإشراف السيد مدير المرور العام بأن يتم تفعيل هذه الكاميرات، ووجدنا من خلال دراسة أجريناها أن هذه الكاميرات تصلح للعمل المروري، وسيتم بالقريب العاجل تفعيل هذه التجربة لما فيها من خدمة للنظام المروري، مؤكدا أنها حاليا في طور التجربة. هذا وكشفت هيئة التقاعد الوطنية عن أبرز إنجازاتها المتحققة خلال عام كامل بعد تنفيذ حزمة الإجراءات لدعم شريحة المتقاعدين من قبل رئيس الوزراء في شباط عام 2023، فيما أعلنت قرب إطلاق تطبيق إلكتروني يقدم الخدمات للمتقاعدين. أشارت إلى أنها تخطط لزيادة عدد مكاتبها المتواجدة في دوائر الدولة إلى أكثر من 34 مكتباً. هذا وكشفت شركة مايكروسوفت عن إصدار جديد من تطبيق الملاحظات اللاصقة في نظام ويندوز، وأتاحت مايكروسوفت الإصدار الجديد من التطبيق للاختيار ضمن تطبيق الملاحظات الآخر التابع لها في حزمة تطبيقات أوفيس المكتبية. وقالت مايكروسوفت أن التطبيق الجديد في مراحل أوفيس المكتبية الأولى للاختبار، وأن التحديثات المستقبلية له ستجعله يعمل على نحو مستقل عن كما هو الحال حاليا. ويقدم الإصدار الجديد من تطبيق ون نوت تطبيق مزايا جديدة أبرزها تسهيل كتابة الملاحظات اللاصقة وأخذ لقطات شاشة من صفحات الويب والتطبيقات والمستندات. أما المدى فقد جاء فيها تنوي بغداد استضافة القمة العربية العام بعد المقبل في ثاني استضافة لها لهذا الحدث العربي بعد عام 2003 والرابعة منذ تأسيس الجامعة العربية قبل نحو 80 عاما. ويأتي طلب العراق ضمن سعي حكومة محمد الشياع السوداني بالانفتاح على العالم العربي والإقليمي والدولي، لكنها سياسة تصطدم أحيانا ببعض شركاء السوداني. وعاد رئيس الوزراء مؤخرا من قمة عالمية حول الأمن التقى فيها عدد من الزعامات الأوروبية ومسؤولين أمريكان، فيما تلقى دعوة للمرة الثانية لزيارة واشنطن. هذا وأعلن وزير الموارد المائية عون ذياب ارتفاع المخزون المائي إلى نحو 5 مليارات متر مكعب نتيجة الأمطار الأخيرة والسيول، فيما أشار إلى أن أكثر كمية الأمطار تم تسجيلها في قضاء بن جوين بمعدل 137 مليمتر. وقال ذياب أن الأمطار الأخيرة التي هطلت تركزت في المناطق الشمالية. وفي الصحف العربية جاء في الرأي دعا وريث العرش البريطاني الأمير ويليام اليوم الثلاثاء إلى وقف المعارك في أسرع وقت ممكن بين إسرائيل وحركة حماس، مشددا على سقوط الكثير من القتلى ليخرج بذلك عن خط التحفظ الذي تعتمده عادة العائلة الملكية البريطانية. وعبر أمير ويلز في بيان قلقه الشديد أزاء الكلفة البشرية للنزاع في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر، وقال لقد سقط الكثير من القتلى، أتمنى أن تتوقف المعارك في أسرع وقت ممكن، غزة بحاجة ماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية، ومن الضروري أن يتم تسليم المساعدات وإطلاق سراح الرهائن.
إلى صحيفة الإهرام، حيث جاء فيها الأردن يعرب عن أسفه جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في غزة، حيث أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن المجموعة العربية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة عن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر إسرائيل على الاستمرار بها. وفي الاندبندنت العالمية جاء بوتين نعارض بصورة قاطعة نشر أسلحة نووية في الفضاء، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن موسكو تعارض بصورة قاطعة نشر أسلحة نووية في الفضاء بعدما اتهمته واشنطن بأن لديها مشروع لتطوير سلاح مماثل مضاد للأقمار الاصطناعية. وكانت واشنطن قد أعربت الأسبوع الماضي عن قلقها أزاء تطوير روسيا سلاحا مضادا للأقمار الاصطناعية الغربية، مشددة في الوقت نفسه عن أن هذا السلاح لا يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي. أما الآن مشاهدينا ننتقل وإياكم لمشاهدة هذا الكاريكاتير من الصباح الرسمية، فلنتابع سويا. مشاهدينا هذا ما كان في جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة.